شوف انا كنموت على الغناء وهذا، مي عجبتني واحد. انا كبرت في هذا الشيء، كبرت في مسرح الحي المحمدي، كبرت انا عمي كيدير المسرح، عمامي كاملين، دونك اي حاجه فيها الفن كتعجبني. التمثيل لقيت فيه واحد الاجواء زوينه، ولفنا بعضياتنا بزاف ديال الحوايج. الا جات تجربه اخرى اللي كنشوف راسي انا نقدر، حيت ديما كنقولها نقدر انا نعطي فيها ونكون فيها انا دنيا باطمه، علاش لا. الفكره انه انا بنت حي شعبي ومع الوقت كيطراو بزاف ديال الاشياء اللي كتخليني من بنت حي شعبي عندها واحد الصويت غادي تولي نجمه ساطعه في عالم الغناء. دونك فيها بزاف ديال الحوايج من القصه ديالي، وفيها شي حاجه اللي حنا ضفناها اللي كاينه ماشي، يعني كنشوفوها بزاف في المجتمع ديالنا. ناس اكادير، ناس كرامة وغزالين، وانا من محبين المدينه الغزاله اكادير، و كنقول لهم شكرا على الضيافه ديالكم، وشكرا على كل شيء داز سهل، ورضات الوالدين حتى هي عاونات، كل شيء متساعد مع بعضيته، والحمد لله اجواء التصوير كانت رائعه جدا. انا بهرني راسي، بهرتني اختي كاول مره غادي ندخلوا لهذا العالم، دونك الحمد لله هذه بشهاده الناس، وشهاده الناس اللي ما شاء الله عليهم متمرسين ورائعين في التمثيل ديالنا المغربي، وان شاء الله هذا الشيء يشوفوا الجمهور ان شاء الله. هو صراحه الشخصيه ديالي في هذا الفيلم يعني غادي غنستغل دنيا باطمه في الفيلم، يعني عندي دور مهم فيه. يعني هذه الشخصيه اللي انا مثلتها بعيده عليا كل البعد على الشخصيه ديالي العاديه، والحمد لله اتقنت الشخصيه وكنت فرحانه بزاف الحمد لله بشهاده الناس اللي حضروا لي كيقولوا لي غادي تمشي بعيد، وعجبهم التمثيل ديالي، وانا جد فخوره براسي، والحمد لله نمشي نوصل لذاك الشيء اللي بغيت. الدور ديالي هو انا واحد الانسانه كنستغل صوت دنيا باطمه، ما بغيتش نحرق الفيلم باش الناس تبقى متشوقه ليه. المهم انني غنستغل دنيا باطمه باش انا نوصل.